السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ جبنا اول مرة نجرب حلويات المولد من العبد. احنا كل سنة بنجيب تسيبس او تسيبس الاسم المتعارف عليه، فاحنا النهاردة جبنا حلواني العبد، وبصراحة انا نفسي انصدمت صدمة عمري فيه. تعالوا معايا نشوف العلبة. احنا طبعا بنختار المكونات اللي احنا عايزينها عشان في حاجات كتير احنا مش بنحبها في حلاوة المولد. اول حاجة لفت انتباهي ان قرص اللوزية بصراحة يعني شكله غير آدمي نهائي، يعني مش يعني هو المفروض ان هو بيبقى اصلا مربع، يعني مستطيل زي العادي، زي المستطيلات بتبقى كده، لكن هو الفكرة ان هو جاي كلها اقراص، يعني حتى البندقية واللوزية واللي هي دي اللوزية دي نفس الوضع برضو. تمام، احنا طبعا لسه ما جربناش الطعم، احنا بس بنوريكم الحاجات اللي احنا جبناها. ما شاء الله حجم البسيمة حلو جدا ومليانة بندق، فدي حاجة يشكروا عليها. تمام، الحاجة بقى اللي لفتت انتباهي جدا ان احنا كل سنة ما بنجيب من تسبس بتبقى كل حاجة معلبة لوحدها، بحيث ان هو كل واحد ياخد واحدة يبقى خلاص كده، يعني ياكلها او يعني تبقى كل واحدة مغلفة لوحدها. لكن فكرة ان انا اجيب الفولية والسمسمية والحمصية كلها في علبة واحدة، طب انا فرضا يعني ما عنديش حد ياخد ياكل الكمية دي مرة واحدة، انا هفتح الكيس ده، طب اللي هيتبقى هيتغلف ازاي؟ هيبقى عرضة للتلوث، عرضة للدبان، عرضة للحشرات، عرضة للهواء ينشفه اكتر. فبصراحة ما عجبنيش ابدا 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 فكرة ان العلبة كاملة تبقى فيها 3 سمسمية، 3 جوزية، 3 حمصية. حقيقي ما عجبنيش خالص من العبد الموضوع ده. الحاجة التانية كمان القشطة، برضو نفس الحكاية، مربعات. طيب انا واحدة هاخد مربع، بقية المربعات انا هعمل فيها ايه؟ نفس الحكاية برضو، هتبقى عرضة كبيرة جدا للتلوث والحشرات والتراب. انا مثلا واحدة ما عنديش اطفال هياكلوا الكمية دي كلها مرة واحدة، ما عنديش حد هياكل الكمية دي كلها مرة واحدة. فالموضوع بصراحة مأزمني نفسيا ان انا ازاي هرجع احافظ على الحاجة دي في نفس الكيس، الكيس هيتقطع مني اول ما هفتح طبعا. فبس حبيت اوريكم المنتجات العبد بصراحة، ودي يعني اول مرة اجربهم، وما شاء الله يعني هي الحجم حلو جدا، حجم الحاجات كبير وكويس وكل حاجة، وبس العلبة على سعرها بصراحة، المنتجات اللي فيها على السعر اللي هو اللي جاي بيه الحاجات ديت بصراحة، لا السعر خرافي جدا. نفس الحكاية برضو الملبن، يعني الملبن نفس الوضع برضو، هو مربعات، العلبة فيها دي 2 1 2 3 4 5 2 × 5 ب10، 10 مربعات. نفس الحكاية برضو، يعني احنا المفروض ان هو كل حاجة بتيجي معلبة في كيس لوحدها، او على الاقل 2 منهم ولا حاجة، لكن فكرة ال10 يجوا كلهم مرة واحدة مع في بعض، يعني بصراحة الوضع صعب يعني. بس حبيت اقول لكم نظرتي الأولانية لحد ما نجرب الطعم ونشوف حلواني العبد ولا تسيب بس بقى، إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.